الاستثمار الذي يبقى للإنسان في حياته وبعد مماته هو الاستثمار في الأبناء وتربيتهم. أنا أمس حصل موقف، دخلت المقبرة النسيم حر بعد الجمعة، والقاري واحد جالس شباب جالس على قبر أظن أنه يا أمه لأبوه، فخطر في بالي أن سبحان الله العظيم حياة الإنسان قصيرة، لكنه الأبناء هم اللي يمدون عمرك ويمدون حسناتك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له. كيف يدعو لك؟ إذا ما أن حبك الولد وغرست في قلبه محبتك والتقرب لك، هذا طبعا يأتي بأنك أيضا تبادل هذا الحب، يشعر دائما براحة معك. الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الأبناء، صحيح، وبقاء الخير يمتد لك في حياتك وبعد مماتك. الله أكبر، يا سلام. طول عمرك بإصلاح أبنائك. نعم، نعم، نعم. طول عمرك، لأن الابن الصالح يخليك ما تموت، تموت وتحط في مقبرة النسيم عقب عمر طويل، لكن الشلال من الحسنات لك. ولهذا في الحديث أن صحابيا ترقى في الجنة فقال للملك: بماذا؟ قال: باستغفار ابنك لك. يا سلام. وليد كل ما سجد: يا رب ارحم ابي وامتي، يا رب نور قبوره، يا رب طلع 5 ريال 50 ريال لله، وقف عطاء لابنا، حتى قارورة الماء احدهم يقول حطها في الثلاجة، سيارته فيها ثلاجة بين المرتبتين يبرد 4 5 ويعطي كل ظامئ في الصيف. امي ابوي عن امي عن أبوي، وهي بنصف ريال لكن ما نساهم. يا رب اسقهم، يا رب اسقهم من كوثر الجنة. آمين. هنيئا للابن اللي شايل هم أبوه وأمه.